إذا متابعينا الكرام، متابعي قناة شوف تي في، مرحبا بكم معنا في هذا البث المباشر مباشرة من مدينة بن سليمان مع ناصر ومن لا يعرفه. صاحب متابعينا الكرام، السيد كان خدام في كارو نقل البضائع، دوز بزاف من المتابعين، كان في الأخير تصاب بواحد المرض اللي هو صعيب. متابعينا الكرام، عنده حبوبة في الرية، عنده 4 وليدات، ما بقاش قادر يخدم ولا يزاول المهنة ديالو. متابعينا الكرام، قام معنا في الرسالة الحزينة ديالو. السلام عليكم. رحمة الله تعالى وبركاته. قبل ما نفسك، شنو المشكل عندك؟ كيفاش عرفتك مريض؟ أخويا أنا كتخدم في الاسم ديالك ولا؟ حواض عبد الناصر، كيقولوا لي ناصر، ملقب بناصر. كنت في الكارو وبقيت كنخدم فيه بحب كنهز الخيش ونهز داك الشيء ديال السيما وحشي ولات مع التقزقيز ومع داك الشيء ديال الحواري وداك الشيء، ولات كتزعزع عليا الريه. وأنا قلت غادي نمشي ندوز هاد شي حاجة، عندي شي حاجة، ولا الحريق عندي الحريق وهادي، وانا نمشي ندوز هاد الطبيب هنايا الخو، قال لي انت عندك شي قال شي مرض، سير دير سكانير ودير داكشي. فين درت سكانير في السبيطار المخزن وهادي وجمعناهم وديتهم للسويسي، عطيناهم ليهم وبقينا كنمشيو ونجيو، درنا تحاليل ودرنا داكشي، بقينا كنمشيو ونجيو. عطوني 15 يوم، قال لي دير غدي تحليلة. ملي مشينا قال لك تحليلة باقا ما خرجتش، درت تيو تا هو باش يحيدوا لي واحد العينة من الحبوبة. ملي مشي عطوني 15 يوم مشيت، عاوتاني قال لك باقا ما خرجتش، 15 يوم أخرى رجعنا تاني قال لك باقا ما خرجتش، زادوني 10 أيام أخرى. هي دابا كنتسنى فيها باش تلحق ال10 أيام. مشيت للطبيبة هي قالك خرجت كونجي، وما علينا. وانا دابا راك يعاونوني على الناس السبب باش كركب وباش هادي. دابا شنو قالك الطبيب عندك؟ قالك عندك حبوبة وعندك في الرية، في القصبة الهوائية ديال الرية، والرية هي مضروبة حيت انا كنت كنكمي ما نكذبش، كنكمي الكارو ولعب عليا وهادشي اللي كاين. يعني قالك السبب نقول الكارو؟ ايوا دابا قال لي الطبيب حيد الكارو دابا راه 2 شهور باش نحيدو. وانا دابا ما كنعش، كنبيت بحكه والله القسم، بالله الا كنبيت بحكه بالله. ما كتكش تنفس دابا ولا شنو كتبقى عليك؟ لا دابا على نعست على الجهه ولا هاد الجهه من دين كحب، بغا نقع بحكه صافي. شي كنعس كنعس هادي قسم ولا قسمين، تشدني الكحبه نوض نبرك نشرب الماء صافي ونتنفس واحد شويه نبقى بارك. وما عطاوني لا دواء لا والو، بغيت غير شي دواء يهمد عليا ولا قال لك لا ما نعطيكش الدواء، خاصة تجي التحليله. يو دابا هادشي اللي كاين دابا، اخوتي المؤمنين اللي بغا يتعاون مع اخو ناصر. يعني ناصر كيفاش كانت حياتي قبل المرض؟ وانا كنت حياتي قبل المرض انا كنت مع الشيخ مع الفنانة، ما نكذبش عليكم، تلوثتي معاه مدة طويلة. و 22 عام هما اللي تجوج تحيت منها صافي. قلت انا غندير على الكارو والعودة بارك عليا بلا ما نبقى نسهر. وداك السهر حتى هو زادنا عتامرة، وداك الشيخ اللي كنت معاهم كلهم ماتوا وكل شيء، وما بقى معاهم نخدم وهادي وصافي. ودابا انا حتى لحالك نشوف في هضر قال لك شي واحد من الفنانين؟ لا والو، حتى واحد ما قال لي حتى اللي كنت خدام معاهم، واللي كنت معاهم مساكن راه ما خدام من الشام، كبروا واحد جوج كبروا ما بقاوش كيخدموا بلا ما نسميهم ليكم، راه بسليمه راه معروف انا اللي تعاون معاك. وكيتعاونوا معايا الدراري هاد الشيخ الجداد هادو، كيعطيوك شي بركه قليله يلاه باش كتصرفوا شي شويه وهادي باش شي سويسي باش نجيو. باش شنو رسالتك؟ شنو رسالة ديك ناصر؟ ورسالتي اخويا لشي مؤمنين ولا شي محسنين اللي بغا يدير لله، عندي 4 الوليدات، 4 اللي عندي جوج كيقراو واحد راه كيرضع، 3 كيقراو وواحد راه كيرضع رضيع صغير. يعني حياتك تقلبات كاملة؟ وكلشي تقلب دابا صافي، مابقاش نقد نهز 6 كيلو، لا زيد كيلو ضروني ضلوعي. انت كنتي هو الوحيد موالي العائلة ديالك؟ انت هو اللي كنتي كتصرف على العائلة بوحدك؟ ايه انا اللي كنصرف عليهم بوحدي. وبارك من سابع
بركة من سبع البيت كتشوفوا به. اش دار معك السويسي؟ السويسي دابا تاني طاوني زادوني 15 يوم اخرى، ذكر طالب شهرين ونص. سير جي سير جي سير جي، ما كاين حتى حاجه مع من غدوي. اللي قالوا لك ديرها طاونا لا دولة ولا، قلت لهم عطيوني غير شي حاجة تهمد ليا الحريق، تهمد ليا الحريق. دابا لا درتها هكا ولا هكا كتشعل بيا العافية، خاصني نبقى بحكا نكوانسي. باش شنو قال لك؟ قال لك خاصك عملية ولا قال لك؟ ايه خاصهم يدخلوني، خاصني عملية. راه عندي دابا هذا المرض شو شويرة فيه ثلاثة الأنواع، ما عارف باقي ما عرفناش دابا كدير. خاصهم تجي التحليلة، التحليلة ما جاش اللي غتقول لهم هذاك الشيء. انت ما عندكش باش تمشي وتجيب ما للرباط؟ عنديش باش تمشي ونجي للرباط الاول. عاوده كانت عندي ديال الكارو، عاوده بعتها ب 40000، نمشي تعوم بها. خسرتها والله، تخسرتها بالله. انا دابا الله حنينه، الله كريم. كلمة أخيرة أخويا ناصر، تقول لهم كاملين أصحابك والمحسنين كاملين اللي كتعرف، واللي عاوني شنو راه، الرسالة ديالك؟ واللي عاوني بشي حاجه راه عبد الله، داكشي راه ما تنساش. عبد الله راه كتقيد في الميزان الكبير، عبد الله الميزان المقبول. من الوليد ديالك ما عندوش باش يعني ما عنديش باش نشري يديها. الحليب دري، ما عنديش باش نشري حليب والله، ما عندي بالله. اللهم عطوني الناس تشريف. كلمة أخيرة أخويا ناصر، ختموا. وكنقول لهم كنشكركم اللي عاوني بشي حاجة، الله يرحم والديه. أخوكم ناصر راكم عارفينه، ما أنا مجرم، ما أنا حباس، ما أنا تا حاجة دريوش. من أولي من صغري رب استمال كله اللي قلت لي ناصر، راه يقول لك السيد درويش. ما عمري تشديت، ما عمري درت شي حاجه خايبه، ما عمري. وكابر يتيم وسبع سنين. شكرا مرحبا. متابعينا الكرام، كما شاهدتم على البث المباشر مباشرة من مدينة بن سليمان، هذا السيد اللي قدامكم فهو طريح الفراش، ما يقدر شي حاجة مجهود، يعني عنده حبوبة في الرية وتقدر تكون يعني خايبة. متابعينا الكرام، فما بقاش يقدر يخدم عند أربعة الوليدات، كيطالب محسنين بالمساعدة ديالو. فاللي بغى يتعاون معاه متابعينا الكرام يتهرب في الرقم ديالو اللي هو 06 66 03 27 67. الرقم ديالو هو 06 66 03 27 67. إذا كنتم معنا في بث مباشر مباشرة من مدينة بن سليمان.